حنملك سيارة آيس كريم لمدة يوم كامل. جرب يا ولد. خلص رصيدك وخلص الانترنت وحابب تشحن لايك كارد، تبي تشحن ايتونز وجوجل بلاي عشان تبي الامه بلاي ستيشن وببجي وفري فاير لايك كارد نتفلكس وشاهد واي لعبه جديده تيجي براسك لايك كارد. وي ايش وده الزبده، تلاقوا فيها كل بطاقات الشحن اللي تحبوها بافضل اسعار، واللي حلو مع كل طلب يعطوكم معاه هديه. مو بعض الاحيان الفوز نشتري بطاقه شحن لشخص معين وفي نهايه اليوم ما يستخدم هذا الكارت. الآن موجود بطاقة رصيد لايك كارد، يمديكم تعطوهم هم وياخذوا أي شيء يبغوه في لايك كارد. وعندهم شيء جديد اسمه تشالنج اللي يجمع كل الجيمرز وتلاقوا فيه مسابقات جوائز على مدار الساعة. اللي عليكم تسووه إنه تخشوا وتسجلوا وهم حيرسلوا لكم إشعارات وقت ما يبدأ. وعلى طول يقول لك المهام المطلوب، مثلاً أول واحد يلاقي سلاح معين من ببجي، أو مثلاً تكسب أول واحد في الجولة، تسوي سكرين شات وترسلهم هي. وأول واحد يرسلها حيفوز بجوائز قيمة من لايك كارد. وآخر وأهم نقطة، مسوين عروض وخصومات لرمضان رهيبة. بتلقوهم أول رابط تحت في الديسكريبشن، ولا تنسوا تسووا لهم فولو في السوشيال ميديا عشان تعرفوا جديده، ولا تنسوا تستخدموا كود الخصم SA.report عشان يعطيكم خصم قبل ما تشتري اي بطاقه. والعلوم فين؟ في لايك كارد. خصم زحنا معك لا تمونا بليز. اليوم حنحقق حلم الملايين، حنملك سياره ايس كريم لمده يوم كامل، وحنودي انا ليش ما اعرف اتكلم عربي؟ اصبر اصبر ايش ما ارجع الايس كريم مجانا لاي واحد يشوفه قدامنا، ارميه على فوق. لو يجتمعوا الاثنين اتوقع معركه. الرقم جوا سيارة الايس كريم. ايه 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 عبد الله، هذا حلم حياتنا انه فجأة اسمع الحين حتاخذ انليمتد ايس كريم. توت سادة؟ ايوه توت سادة. هذا المكس كم نكهة اصلا؟ ثلاثة. ثلاث نكهة؟ لا اربعة، انا رابع. حلو لا انكنسل. توت سادة حلو، هذه فانيليا سادة حلو، وهذا شوكولاتة فانيليا، وهذا شوكولاتة سادة. فيصير اللي في النص عبارة عن ميكس، في النص عبارة عن ميكس. السلام عليكم. والله ايش الذكاء هذا يا ولد؟ سامي شغل معك يا ولد. ما بتصدق انه بنمشي. شوف والله يا واحد امشي كذا كذا، امشي كذا كذا، امشي كذا كذا، امشي كذا كذا. بالنسبه لافكار الحلقات، جبنا هذه الفكره قبل اربع ايام بالضبط. امس عبد العزيز جاته رساله مره تكشعرت من صاحبي على الانستغرام، يقول حلمت انه كان عندك محل ايس كريم وعزمت. خلاص انا اول ما شفت كذا قلت لا 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 لا. حلمت انه كان عندك محل ايس كريم وعزمتني اجرب نكهه الماندرين. ما ايش هو نكهه المندرين؟ تعرف زي المانجا. ايوه المهم ما عندنا الا تو. وقلت لي انه هذا المندرين مزروع خلف اسوار تحت يطلع شيء بطال شيء الناس يفسروا هنا. انا اول شيء انا قلت لانه اليوم احس ما حيصدقونا من كثر ما هي. المهم وما الحبيبي مالو قولوا لي. احنا قلنا ليش ما نخلي الحلم حقيقه؟ ما عمري كلمته حياتك ولا انا بنكلمه عشان نروح نقول له حنجيك يا رب. بس هو مو عارف انه ايس كريم. وهذه كانت الحلقه، يعطيكم العافيه. ان شاء الله نشوفكم لايك وخلاص. عبال ما يرد ابو الشباب فخلينا نوزع الايس كريم ببلاش وخلينا نشوف رد فعل الناس. سبسكرايب لايك شير والعلوم الزين الازياء. ايس كريم ايس كريم. اسمعوا احنا الان احنا في الموقع يا عيال. الان دحين الناس برا بيدقوا الباب ويسعوا بس مو دارين انه سادي الفوز جوا. يا ولد شوف كيف. الان حنسوي الايس كريم دور دور. بالله شوفوا الابداع حقي يا شيخ طير. شوفوا حقي اوب اوب اوب. اوف هذا جاي يقفل ملفاتنا يا ولد. هذا اخذ الملفات مع الايس كريم كله. فعاليات سامي تبغانا كذا نسوي لكل واحد؟ يا سامي الله 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 ما في فرق. ما يبارك. هذه السيارة على أساس إنه المكيف على طول تيجي لهنا عشان نخليها تتجمد، فما عندنا إحنا في السيارة هذه مكيف. اللي لقات الجميل يلا باي. شوف شوف قديش دحين في زحمه مره كثير ناس. الان نستنى اول زبون عشان نفاجئ نقول اه ببلاش. والله ما قلبتك. كريم كريم كريم. ما امزح خلاص شبك. ها اسمع عاجلين نكسب ريال واحد. نخدع واحد. اوف عبد العزيز ايس كريم اول واحد طاح. بدايتها خير. ما في استبدال يا حبيبي توكل. الله الله يا شوي سهل طيب بس الحين خليها بسرعه. احنا مأجرين عشان ناخذ الناس ببلاش اليوم. والله العظيم بسعادكم. والله الله يعطيكم العافيه. عندنا سياره ثانيه هناك يعتبر منافسنا.
اسمع احنا مجانا free it's free it's free. طيب يلا اوكي بك شيء يا ابو سراسه من الاخر يقول لا 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 يلا يلا عندنا ايس كريم تو سلك له بس اي شيء لا يبغى تو يلا بس شوكولاته شوكولاته اوكي شوكولاته يلا يلا ها ها حركات ها جرب يا ولد مجانا بس ايس كريم ايش في قلبك ايش ايس كريم تفضل ارزاق ارزاق والله ريبوت از ذا ايس كريم ها كريم ايش تبغى شوكولاته توت انت تدلل يا باشا ايس كريم فراوله لا لا روح هناك روح هناك هناك شوكولاته يلا هو لا حيكون مجانا فمشيها طيب طيب انت مي طيب يلا باي يا عمو في انه ببلاش تعال تفضل مجانا يلا مجانا كتب منه لا مجانا سعادتك بس شوكولاتة خلصت او ماي جاد عبد الله ايش الطلب هذا يا ولد هذا اول يوم مره حلو لما تسعد الشخص تقول له هذا يقول لك بكم نقول له القصه كانت حلوه براسي مع السلامه بقول احلى احساس بفوتري تقدم اه اهلا قاعد اتكلم على الكاميرا اصبر يا عبد طيب انا ايش تبغى زي ما اقول لكم ريبوتز احلى شيء انه لما تقدم خدمه لطرف واحد بدون اي مقابل تبغى تشوف ريبوتز خلاص حيخلص ما شاء الله احساس حلو الله يحفظك يحفظكم جميعا ان شاء الله عبد الله غني غني اكيد في مندي 50 مجانا مجانا والله يعطيك العافيه والله مجانا توكل حبيبي نمبر 4 اي شيء يجي في راسك نسويه حقيقه الله يطلع عليك في رمضان في رمضان ب 20 الحقيقة عندنا الفوز مع مواهب يلا خلف الله على قلبي عيدها مرة ثانية بس مع عبد العزيز عندنا الفوز بيغني طيب وانا ما قلت له يختار الاغنية يلا خلف الله على قلبي ايوه يوم ما اشوفك بتحلي وتدني انت تستاهل 5 ايس كريم يا ولد وهذا مكمل عادي تيك توك باي وقت تبغى طيب تيك توك باي وقت عشان نديله قناة نطبق بسكوت تبي تقول شيء في اليوتيوب؟ سوي لايك واشتراك اي هاي فايف هاي فايف الان الايس كريم خلص خلاص كل واحد يسعد نفسه احنا اللي فينا كافينا اصلا احنا مين قال احنا مبسوطين؟ احنا كل يوم نبكي اعطيني ايس كريم انا يا شيخ ما اخذت ايس كريم ايش في؟ انت ايس كريم حبيب قلبي انت الايس كل مرة تسوي لي هيك يا لا لا تبكي خلاص حنقفل على كذا لا لا انت يلا يلا طب نتصور بعدين نبكي يلا يلا قلنا فجاه اوت اوف نو وير هذا اللي كلمنا اول حلقه رد علينا الان اسمع الله يسعدك ممكن بس ترسل لي وين لوكيشن حقك ابغى اجيك الان اسمع ارسل لنا اللوكيشن حقك الان في الواتساب ولا تقول ليش مره بعيد ممكن اجيكم انا طيب لا 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 احنا نجي احنا نجي ورسل لنا اللوكيشن وحنروح له يا خوخر ما تعالي من جوا البستان تعالي كوكنسي وسني 55 دقيقة عبال ما نوصله فالمهم حذروا الآن إيش قدامنا لو ترجعوا نفس اليوم سنة اللي فات بالضبط دالله وعبد العزيز فازوا في جائزة نيكلوديان كيدز تشويس أوردز فيفورت أرب ستار ما فتحناها من يوم ما استلمناها كل ما الله يسعدكم سعادة دائمة انتو من جد نعمة في حياتنا كل حلم عندكم يتحقق زي ما نحقق احلامنا تبغى بامية ولا سليق؟ بامية ايش وسليق ايش انا بقول لهم شكرا حلو فيكم انه تخلوا كل سنة نعيشها تكون احلى سنة في الحياة لولا الله ثم من دعمكم ما كنا سوينا ولا شيء ونحقق دائما المستحيل فاحبكم الله بوم زي ما تشوفوا ريبوتز اسمع كيف حالك هاني؟ ايش اخبارك؟ الان عبد العزيز مع صاحبنا هاني دحين انت عارف ايش اللي صاير ولا؟ لا ابدا كلمتك راندوم صح؟ الفيديو بعنوان اسعاد شخص انت ارسلت لي مسج واحد
امس بالانستغرام. ايه ممكن تقول لي هو حلمت انه فجاه انت طلعت لي بس قلت لي تعال ابدوك احلى ايس كريم في العالم. ايوه ايه ده انا بحلم بقره ابغاك بس تطالع في الكاميرا كمان بودي بودي كمان طيب. كمان هو ايه مره غريب ترى مره غريب انه هو دق علي قال لي اسمع فينك انت ابغى اجيك قلت طب انا اجيكم قال لا لا احنا نجيك مره استغربت والحلم غريب ما عمري حلمت فيه في حياتي وفجاه كذا يطلع لي حاطط يده كذا علي لازم تدوق هذا وبعت له مسج اول ما صحيت قلت له اسمع ترى لا حلمت فيك قاعد تاكل لي ايس كريم يلا 5 4 3 2 1 هاني ممكن طالع ورا لا هاي لا احد طلب ايس كريم اول زبون يقول خلينا نعيد السيناريو حق الحلم حقه هاني حدوقك احلى ايس كريم في الحياه تدوقه يا الله ايش هذا هذا الحلم والله العظيم اقسم بالله راح هذه خبعه ماني مصدق حاسس ان انا بعت لك المسج بعدين اخذت الخلاص شوف والله العظيم شوف فجاه انا حلمت في جيب ايس كريم ويلا بالايس كريم يا هاني الان دوق الايس كريم قول لنا اذا هو نفسه والله قلت له زي كذا والله يعني اول شيء انا ما اعرفكم في الحقيقه قلنا بعت لي ورد في عيد ميلادي وقلت هذا اكثر شخصيه كتكوته في العالم ليش احد يرسل لي ورد ما يعرفني سبحان الله قاعد اقول لك حبيبي اختي قاعده تقول لي اكيد يعرفوك ما ادري املك ولاد اختي لك اسمع انت تعرفهم هم اصحابك تخلي نخرج معاهم لك ما اعرفهم قد كذا استحي اقول لهم يلا سامي سحبوا علي وانا اعطيتهم الايس كريم شو قفلت الباب ولا لاحظ بعد كذا اي احد يحلم بحاجه يروح يقولها لمين حلم فيك يمكن نجيك ونجيب لك ايس كريم ايش عبد الله لا عادي مزعجكم انا لا, لا عادي كمل في كونكشن يعني ولا في كونكشن اكثر معاه عشان انت جد هناك هو ذيس جاي تو سيريس يخوفني عبد العزيز كذا مره فله وبسطه عبد الله كذا من زمان من هو صغير كذا فيري سيريس لك هذا عبد الله شكله يعني كذا يعني هو يعرف فاهم الحياه ويعرف انه في ناس مو كويسين وان شاء الله عجبتكم الحلقه ريبورترز اعطونا احلى لايك اعطونا احلى اشتراك اذا ما انتم مشتركين كونوا جزء من عائله ريبورترز نورتوا بالحلقه يا شيخ كونوا كمان انتم رائعين Chillin'.